Hi everyone. Since I was a little girl, I had a dream. A dream to create, innovate, and design. Today, I'm fortunate enough to share this dream with you. Thanks to all of you for the effort of showing up. Thank you, family, thank you, friends, and new friends, for your support and love. Enjoy the show. هالكولكشن انسبايرد من فليني لانه اول شيء بحبه كثير وبلاقي انه الموفيز تبعه وكل شيء عمل في الفيلم اندستري بعده موجود اليوم، يعني بعدهم حتى بيعملوا ريفرنس له. قلنا ما بدنا يكون في شيء بورينج بهيدي الكولكشن لانه هو ما عنده شيء بورينج بيسكلي. سو اول فكره طلعت لي هي بلاك اند وايت لانه عبالي كان غير عن الكولكشن القديمه، كانت كلها كولورفل اول كولكشن طلعنا فيها. سو تنعت الاكستريم قلنا بلاك اند وايت هن اكثر لونين يعني متناقضين مع بعضهم. تاني ستيب كانت انه كيف بدنا نعمل لها تويست هالبلاك اند وايت يكون انترستينج. اول شيء فكرت فيه هو الموفيز لانه كثير بحب الموفيز وبحضر الموفيز كثير، والشوينج كله حبينا نجمع يعني الموفيز الموفي ثيتر اكسبيرينس بهالكولكشن. منه كات ووك عادي ومنه تيبيكال فاشن شو، سو حبيت نعمله بالموفي ثيتر اتسلف، نشوفها بين الريد سيتس للموديل ونشوف الكولكشن بيسكلي عاطي كونتراست مع الريد تبع الموفي ثيتر وتبع البلاك اند وايت ثيم يلي حاطينه. البزنس تبعي هي نصها برايدل نصها ايفنينج وير، سو بلاك حطيناها على الايفنينج وير والبرايدل حطيناها وايت. فليني الترانزليشن يلي بتقدري تاخديها منه هو دريمي، هو ادجي، هو فانتسي. سو بالبرايدل فيك تشوف الفانتسي عندنا، بالايفنينج وير فيك تشوف الادجينس، في شوي كمان سكسينس يعني حتى اتس ايروتيك مثل دولتشي فيتا بتشوفيه عم ترقص بالفونتانا دي تريفي. ذا واي شي دانسز شي موفز ان ذيس بلاك دريس اتس بيسكلي ايفريثينج ذات از ترانسليتينج عندنا كمان بهالكولكشن. رحنا على البروسيس، بده يبلش السكتشينج، بس قبل السكتشينج حتى عنا المود بورد. المود بورد بيساعدك تتقدري تشوفي فيجولي what you are targeting basically، شو الدريسز يلي عن جد كاتشي، شو الهيد بيسز، الاكسسوارز، كل شيء مستعمله لتقدري تعبي الافكار كلهم سوا. وبعدين السكتشينج بده يجي تلقائيا، يعني مش ضروري كل شيء وي سكتش اول شيء ينحسب للكولكشن. سو وي سكتش مثل تريننج بيكون برين ستورمينج، وبعدين بننقي الاكثر شيء متناسقين مع بعضهم. هيك بتصير البروسيجر عاده. بعد السكتشينج بننتقل على الفابريك بيكينج، وعلى اساسه بنبلش نعمل باترن ميكينج. باترن ميكينج بعدني انا بعمله فروم اي تو زي، وعلى المانيكنز كمان بنعمل دريبينج. بعد الدريبينج بتبلش الخياطه. القماش يلي استعملناه هو كريب والساتان المات، استعملنا كمان التول لانه التول بيعطي شيرنس شفافيه يعني، وحطيناها بيسكلي بهالكوليكسيون لانه عايزين شفافيه، وشوي اورجانزا وليس وشوي بيدينج.
Thank you.